مرحبا مشاهدي وتتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من وسط المدينة ساحة واد المخازن اللي كتعرف واحد الاختناق مروري كبير، عدد كبير ديال السيارات كيتمركزوا في هذا المضارة أو في هذا الشارع، نظرا لأنهم كيحاولوا يبتعدوا على الشوارع اللي فيها الأشغال اللي مطلقة في مدينة الدار البيضاء منذ أشهر، كيحاولوا أنهم يجيوا لهذه المناطق اللي ما فيهمش أشغال، وهذا كيخلق وخالق في هذه الأثناء واحد الاكتضاض كبير هنا في ساحة واد المخازين في مدينة الدار البيضاء. إذا كنتمنى الناس اللي كيتابعوا هذا المباشر واللي كيفكروا أنهم يدوزوا من هذا المقطع الطرقي ديال ساحة واد المخازين أنهم يغيروا الاتجاه، لأن كاين واحد الاختناق كبير. هذا الضوء الأحمر توقفنا فيه أكثر من 3 المرات، وهذه هي ربما هذه المرة الرابعة اللي كنتوقفوا فيه. إذا من الأحسن أن السائق أو السائقين ديال السيارات يحاولوا يتفادوا المرور من هذا الشارع، خصوصا ابتداء من شارع باريز في اتجاه ساحة واد المخازين أو في اتجاه مسجد الحسن الثاني. شكرا مشاهدينا الكرام، هانتوما كيف كتشوفوا الاختناق المروري باقي حتى هنا في شارع بوردو. بالفعل في شار هاري قال لك كازا خاصك البيرمي من الهند، بالفعل في الأثناء خصوصا في هذا الوقت ديال الدروة ديال الخروج ديال الموظفين، كتعرف الشوارع في مدينة الدار البيضاء واحد الاكتضاض، وخاص السائقين يتحلاو شيء من الصبر والرزانة باش يتمكنوا أنهم يوصلوا الوجهة ديالهم سالمين بدون مشاكل وبدون حوادث سير. شكرا مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.